اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، صل على نبينا محمد ولا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، وألف بين قلوبهم، واهدهم سبل السلام، وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها، وأتمها عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا إلهنا، قد حضرنا ختم كتابك وأنخنا مطايانا ببابك، فلا تطردنا عن جنابك، فلا تطردنا عن جنابك، فإن طردتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، عدد ما مشى فوق السماوات والأرضين ودرج، والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا يا فرجنا يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم لا تجعل بيننا وبينك في رزقنا أحدا سواك، وهب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وأغننا اللهم بفضلك عمن أغنيته عنا، واجعل كآخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان، واجعلنا في موقف القيامة من الآمنين وممن يأخذون كتابهم باليمين. اللهم يسر حسابنا، اللهم يمن كتابنا، اللهم ثقل موازيننا بالحسنات، وبين صحائف أعمالنا، وثبتنا عند العبور على الصراط حتى لا نخر على وجوهنا في نار جهنم. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الآخرة، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب العالمين، اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازهم بالحسنات.
بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا غفور يا ودود يا ذا العرش المجيد اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادر والتراب وحدنا يا رب العالمين. اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال واجعل القبور بعد فراق هذه الدنيا خير منازلنا وافسح فيها ضيق ملاحدنا واجعلها لنا رياضا من رياض الجنة ولا تجعلها حفرا من حفر النار. اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين اللهم اغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وشفع المحسنين منا في المسيئين. اللهم ما أنزلت في هذه الليلة الشريفة من خير وصحة ورزق وسعة رزق وسلامة فاجعل لنا منه أوفر الحظ والنصيب وما أنزل فيها من شر وبلاء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا إلهنا وخالقنا ورازقنا ليس في الوجود رب سواك فيدعى وليس في الكون إله غيرك فيرجى. هؤلاء عبادك رفعوا أكف الضراعة إليك في بلد حرام وفي ليلة شريفة. اللهم فأعطهم سؤلهم اللهم فأعطهم سؤلهم وتقبل عملهم وأحسن عاقبتهم وبلغهم فيما يرضيك آمالهم. يا ذا الجلال والإكرام نسألك مسألة المساكين ونبتهل إليك ابتهال الخائفين ونضرع إليك ضراعة الوجلين. نسألك مسألة من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ورغمت لك أنوبهم وغاضت لك عيونهم. اللهم لا تردنا خائفين ولا من رحمتك محرومين ولا عن بابك مطرودين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفقه لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم وفقه وولي عهده وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه